العزاء والحسين يتواصل في معظم مدن البلاد، ومكتب السيد الحكيم يواصل إقامة مجلس العزاء المركزي. بغداد تتشح بالسواد وتحيي ليالي العزاء الحسيني، ومجالس العزاء تحيي سيرة أم البنين عليها السلام. المدن الإيرانية تلبس السواد، وأتباع أهل البيت عليهم السلام يقيمون المجالس الحسينية في عدد من مدن العالم. ونريد نوفي الديل طال البحر الغالي، مسموع حجي يصير والموت ملقى الطيب، صايدنا الراس العالي فاجر نتصدر بالاول واحنا الوفايه، ونصيح الوادم لو بعد احنا الشرايه، انصاف انصاف انصاف، ونصيح فينا بصوت انصار حتى الموت، كل واحد سيف مجرب، يا خيمة زينب نتجمع ونشيل الرايه، ونصيح الوادم لو بعد احنا الشرايه، انصار انصار انصار، يا ليل الفجر وين ونريد نوف الديل يصير والموت ملقى الطير، صايدنا الراس العالي فاجر نتصدر بالاول واحنا الوفايه، ونصيح الواد لو بعد احنا الشرايه، انصاف انصاف. ام البنين اسطورة الوفاء للحسين، امرأة ولدتها فحول العرب، فانجبت رجالا في الحرب ابطالا، أدوا اليمين وقسموا بعزة الباري، أن يقتلوا دون الإمام الصادق اليقيني. أم الشهداء قارورة الصبر الحزين، شريكة زينب في العزاء، سيدة نادرت عمرها وولدها لقضية الحق المبين، قدمت أولادها قرابين، في الطف كانوا ليوثا يصلون قانتين، يرتلون ما تيسر من سورة ياسين. لم تسأل عن عباس أو عثمان، بل عن ولدها الحسين. امرأة عاهدت فأدت، وقالت فأوفت، ونادت لبنيها دونكم سيدكم، دونكم ابن البتول بضعة الرسول، فجاءت البشرى من رب العالمين، سكت الأنين وجاء الخبر اليقين باستشهادهم أجمعين. شجاعات مشبريتي حسيني هويتي، جابي حط وصيتي حسين حسين، المعقول جفي حله، جبتوا ناخذ ثاري ولا ركبتوا العاري، كتبتوا في يساري هيهات من الذله، حتى شنه اللي عنده نصيحة لا يتحدى، بالسيف أنا ردة وبقلب رب العلة، شيعي وانا الصدارة مفتوح قلبه وداره، للطيب أنا بشارة ما أدور أنا زلة، حسين مولاي. يواصل المؤمنون من أتباع أهل البيت عليهم السلام في العراق إقامة مجالس العزاء الحسيني إحياء لذكرى واقعة الطف الأليمة. العراقيون اعتادوا على إحياء هذه الشعائر منذ مئات السنين، إذ تقام في المساجد والحسينيات مجالس عزاء يرتقي فيها المنبر الحسيني علماء دين يستحضرون ما جرى يوم العاشر من شهر محرم من أحداث للإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في عرصة كربلاء، فضلا عن حضور الموعظة الدينية والنصائح الأخلاقية في المجالس الحسينية. وحسين يمكن هذا الحلم يسمعه
المعجون وبحب محطها وبدن وبحب محطها وبدن. هذا ويواصل مكتب السيد الحكيم إقامة مجالس العزاء العاشورائية في قاعة بغداد الكبرى التي تحتضن يوميا حشودا غفيرة من المعزين، حيث اعتلى المنبر الخطيب الحسيني سيد إحسان الحكيم الذي دعا إلى أهمية إحياء المجالس العاشورائية والمواصلة في إظهار مضامين الثورة والتمسك بمنهج الإمام الحسين عليه السلام علما وعملا، فيما كانت لصوت الرادود الحسيني الملا محمد الجنابي قصائد استذكرت سيرة أم البنين عليه السلام ومصائب أهل بيت النبوة. من الجمع الأكبر طلعت مرة تمشي وتعثر تنادي يا ناعش الخبر صوتك لعند الصخر فسار، والله أثاري أثار المرم عباس الأزر. يقول هذا ابن حذلم، يقول أنا أصيح قتل الحسين وإذا بامرأة تنادي يا ابن حذلم أخبرني عن الحسين، تعجبت لحالها سألت عنها قيل لي ابن حذلم لا تلمها هذه أم البنين، هذه فاقدة أولادها، هذه فاقدة حسينها. يقول قلت اطبق سماها وأرضها سوية، اطبق سماها وأرضها سوية، بين الميادين شنو الشور للحسين، بين الميادين الميادين. ليش ليش؟ وهي تعيش أجواء شهر محرم الحرام ذكرى عاشوراء الشهادة والفداء، تكتسي العاصمة بغداد لباس السواد حزنا على مصيبة أهل البيت عليهم السلام. في كل شوارعها ترفع الرايات السوداء وتنصب المواكب العزائية إحياء لليالي العاشورائية. أحمد الزيدي والمزيد. ما ناطل شهر محرم الحرام بظلاله الحزينة حتى ارتدت العاصمة بغداد ثوب حزنها وولائها لآل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم. مواكب العزاء ومظاهر الانتماء تملأ شوارع العاصمة، وقيم الثورة الحسينية ومبادئها السامية تحيا في هذه الليالي المباركة. قضية الحسين مستمرة وما تتوقف، وجيل يسلم الجيل، أجيالنا يعني مو بس بالكفاح، لا هاي انزلعت هسه روح طريق كله، اللي ما تلقي طفل تلقينا أصب له ميز صغير هالشايات وهالكعكات جاي وزحها. سلام الله على أبو عبد الله، ضحب جهاله بأطفاله أخوته خواته كلهم ضحبين بسبب الإسلام، بدين الإسلام ثبت. مئات المواكب العزائية وعشرات المحاضرات الدينية التي تقام في ليالي عاشوراء الحزينة لإحياء مظلومية أهل البيت عليهم السلام ولنصرة المظلومين في كل مكان، فضلا عن أن إقامة العزاء هو لتجديد البيعة مع صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال إحياء أمر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. الحمد لله وشكر، هواي ناس تعلمت من هاي المسيرة التضحية والفداء ويكون حر بحياته ويكون بحر بدنيا على هاي المسيرة والمواكب. وكان ما عندنا كل شيء هنا، نسبنا بلقى كان سوينا شاي، ثاني سنة أجرنا خيمة، ثالث سنة الله انتانا هسه خير من الله، وهذا احنا خدام الحسين، احنا موكب الحسين لازم نخدم زوار الحسين، نخدم زوار فاطمة الزهراء. الحسين عبرة وعبرة، هكذا يعبر المحيون لهذه الذكرى وهذه القضية التي لا تنطفئ نارها في قلوب المحبين والعارفين بمعنى الحسين الثائر عليه السلام وكلمته الحقة بوجه سلاطين الظلم على مر العصور والأزمان. تجديد للعهد وإحياء للأمر هو ما تجسده مواكب العزاء هذه، لتظل القضية الحسينية خالدة في ضمائر الأحرار عبر العصور والأزمان. لقناة الفرات أحمد الزيدي بغداد. أعلنت وزارة الموارد المائية زيادة الإطلاقات المائية في كربلاء المقدسة لتقديم الخدمة لملايين الزائرين في العاشر من شهر محرم الحرم،
وذكر بيان للوزارة أنه استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني، قررت وزارة الموارد المائية زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة كربلاء المقدسة ونهر الفرات عموما لتأمين احتياجات المواطنين أثناء زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. أوضح مدير عام السكك الحديد يونس الكعبي أن الشركة تتهيأ للبدء بتفويج الزائرين صوب كربلاء المقدسة. الكعبي قال إن الرحلات الاعتيادية مستمرة على مدار الأسبوع، فالرحلات لمدينة البصرة لنقل الزائرين الذين يرومون مغادرة العراق مستمرة، فضلا عن الرحلات الأسبوعية كل يوم جمعة إلى سامراء المقدسة، موضحا أن جهد الزيارة استثنائي وخارج السياقات الاعتيادية. تستمر مواكب العزاء الحسينية في عموم محافظات البلاد إحياء ليالي عاشوراء بإقامة المجالس الحسينية الوعظية التي تتحدث عن مآثر الطف الخالدة وما رافقها من مآس على أهل البيت عليهم السلام، حيث لا تخلو أي مدينة من مدن البلاد من المجالس الحسينية التي انتشرت في جميع أزقة المحافظات، وهي ترسم لوحة عزائية خالصة لصاحب القضية وتعيد التذكير بواقعة الطف عبر استلهام الدروس والعبر من منهج التضحية الذي اختطه أبو عبد الله الحسين عليه السلام. للمزيد مشاهدينا الكرام ينضم معنا مباشرة من محافظة النجف الأشرف سجاد الخاقاني. مرحبا بك سجاد، وعظم الله لنا ولكم الأجر مع اقتراب يوم العاشر من شهر محرم الحرام. ما هي الاستعدادات لاستقبال الزوار وكذلك مواكب العزاء الحسيني؟ نعم، تحية طيبة لكم زميلتي استبرق، وعظم الله لكم الأجر وللسادة المشاهدين الأفاضل بحلول شهر محرم الحرام استشهاد أبي عبد الله الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وعترته الطاهرة. مدينة النجف الأشرف لا زالت تقدم مراسيم العزاء إلى صاحب العصر والزمان باستشهاد هذه الثلة المؤمنة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من خلال إقامة المجالس الحسينية والهيئات وجميع مراسيم وطقوس مدينة النجف الأشرف. واليوم نتواجد هنا في مدينة الكوفة العلوية المقدسة، والتي ما يقارب تقريبا أكثر من 500 موكب حسيني يكون يعني على ضفاف هذا الشارع المعروف بشارع السكة، والذي يعني كلما تقدمنا في الوقت ما بعد صلاتي المغرب والعشاء سوف يكتظ هذا الشارع بمزيد وكثير من الزائرين لهذا المكان والمعزين والمواسين إلى سيد الشهداء وإقامة المجالس، سواء كانت في داخل الحسينيات وأما في مواكب الزنجيل الراجلة وصولا إلى مرقد سيد مولاي مسلم بن عقيل عليه أفضل الصلاة والسلام. ربما ننقل يعني صورة من مدينة النجف الأشرف بصورة عامة، باعتبار أن القضية الحسينية هي قضية عالمية إنسانية. القضية الفلسطينية لم تكون غائبة عن القضية الحسينية من خلال قصائد الاستنكار والتنديد بهذه الأساليب التي يعني يستخدمونها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. لذلك القضية الحسينية لكل العالم، وهذه هي صورة موحدة للمجتمع وللعالم الإسلامي، تصل هذه الرسائل المحمدية وتصل هذه الرسائل الحسينية التي هي كانت الهدف من إقامة القضية الحسينية ووصولها إلى العالم باحترام الآخر واحترام الناس جميعا.
ولحقوقهم. وهذه الصورة متكاملة من مدينة النجف الأشرف ننقل لكم من داخل هذه المواكب الحسينية وهذه الشعائر الحسينية. إضافة نتكلم عن الجانب الذي يقدم من خلال هذه المواكب الحسينية. الإدارة المحلية هنا قدمت يعني ما بوسعها في سبيل إنجاح هذه المراسيم العشرة الأولى من شهر محرم من الحرام. المواكب الحسينية هناك يعني فرق شعبية متطوعة من الشباب من الجامعات وإضافة من المناطق التي تشترك في إنجاح هذه الخدمة الحسينية. هناك معامل الثلج قد استنفرت كل طاقاتها وإمكانياتها باعتبار أننا يعني نعيش أجواء مرتفعة من الحرارة. وهذه هي خدمة صراحة التي تقدم تقدم إلى المواكب التي يعني تحتاج إلى هذه المادة لتبريد يعني ما يقدمونه للزائرين والذين يكونون داخل هذه المواكب الحسينية. تكون أيضا هذه المراسيم داخل مدينة النجف الأشرف إلى الساعة 4 صباحا. هذه المواكب تستمر في تقديم عزائها وتقديم مجالسها في المدينة القديمة. هناك صورة مختلفة عن ما تكون داخل الكوفة العلوية المقدسة باعتبار أن المدينة القديمة هي يعني مرقد سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي تكون هناك أكثر من 5000 موكب داخل المدينة القديمة يفد إلى الحرم الطاهر وتقديم العزاء ويدخلون مساحة الميدان وصولا إلى الحرم الطاهر. المواكب قسمت يعني باعتبار أن المدينة يعني تقطع عند الساعة 5 مساء يعني من هذا اليوم أو من كل يوم وصولا إلى 10 يعني من محرم الحرام. تكون هذه المواكب مقسمة، الزنجيل يكون في الفترة يعني فترة العصر هذه الوقت بالتحديد تدخل مواكب الزنجيل، من بعد صلاتي المغرب والعشاء تدخل ما يعرف وما يسمى لمدينة النجف الأشرف مواكب المشق. هذا الطقس هذه الطقوس الخاصة بأهالي مدينة النجف الأشرف. أيضا كذلك ما بعد يعني ما بعد هذه الأوقات تكون هناك المجالس التي تقام صراحة لسبب أنها تقطع المدينة القديمة باعتبار أن هناك مواكب كبيرة جدا تفترش هذه الطرقات الرئيسية داخل المدينة القديمة وتكون إقامة المجالس. ويعني لاحظنا هناك يعني رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أننا نشاهد هناك توافد كبير من المعزين والمواسين إلى سيد الشهداء للحضور إلى هذه المجالس، والتي يعني ترفض هذه القضية الحسينية بالكثير من العبر والدروس التي يعني نحتاجها دائما. ولذلك لربما ما تكون هذه الصورة هي تعبير عن 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 الحب والموالاة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه التكيات التي لربما تكون خلفي هي حتى تشترك فيها الصغار وصولا باعتبار أن الكبار هو موروث حسيني وموروث لهذه الطقوس الإسلامية. نرى الأطفال تشترك في هذه الخدمة، ونرى الكبير والمرأة وكذلك الكثير من يعني الحسينيين أهل البيت عليهم السلام. هذه الرسائل صراحة وصلت بحيثياتها إلى الناس، والذين اليوم يعني نشاهد هو إيفاء لتلك الدماء الزاكية التي أريقت على رمضاء كربلاء. واقع صورة متكاملة من العشق الحسيني لشيعة أهل البيت عليهم السلام، والتي يعني دائما ما قناة الفرات الفضائية تنقل وتواكب هذه الأحداث الإسلامية والمواكب التي يعني تصل إلى صورة. نعم شكرا جزيلا لك سجاد من محافظة النجف الأشرف، شكرا وتحية طيبة. في البصرة بدأت المواكب الحسينية بنصب سرادقات الخدمة وتهيئت لخدمة مواكب العزاء الحسيني لأحياء أيام عاشوراء. الجهات الأمنية من جانبها أعدت الخطط اللازمة لتنظيم عمل المواكب أثناء أحياء الزيارة. مصطفى الأسدي. مع بداية إذان شهر الحزن محرم الحرام، يستعد البصريون لاستقبال هذه الأيام عبر التوشح بالسواد وإعادة بناء المواكب الحسينية وتنظيم مجالس العزاء، كما تستعد الأجهزة الأمنية لتنظيم عملية إحياء الشعائر الحسينية التي تنتشر في جميع شوارع ومناطق البصرة. الحقيقة هو الغرض كان من الاجتماع مناقشة الاستعدادات لاستقبال محرم الحرام. جهات أو الدوائر المؤسسات المدعوة للاجتماع هي كل الجهات الأمنية، الدوائر الأمنية بالإضافة إلى الدوائر الخدمية والصحية والدوائر الأخرى التي لها علاقة بالخطة أو الاستعدادات الأمنية لاستقبال محرم. هيئة المواكب كانت حاضرة معنا بالاجتماع، العتبة الحسينية، العتبة العباسية هم معنيين بالاجتماع وراح يكونون موجودين بغرفة العمليات التي سوف تشكل لهذا الغرض. اتفقنا مع الكل انه هذه السنة نحتاج تنظيم، وفعلا عازمين انه ننظم المسألة
وتطلع بصورة منظمة. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعار الله فإنه من تقوى القلوب. الحمد لله والشكر، احنا هذا موكب أئمة البقيع، طبعا هو رابط أو موكب تأسس من 2009 بين الشباب، يعني احنا كنا مجموعة من الشباب، فبدينا قبل احنا نبدي تحضيراتنا قبل 1 محرم 5 أيام 6 نبدي نشتغل، نهيئ الموكب، الشادر، البوستر، نبدي نرتب غلاظ الطبخ، الشاي، شو نقدم بهذا بنقدم بأيام المحرم إن شاء الله. أصحاب المواكب الحسينية يبذلون جهودا كبيرة في تنظيم مواكبهم وتجهيزها لإحياء أيام عاشوراء، مع زيادة ملحوظة في أعداد هذه المواكب عن الأعوام السابقة. احنا هذا الموكب تأسس سنة 2010، أسسنا احنا مجموعة شباب المنطقة، أسسنا بنينا لنا شادر وقمنا نخدم المواكب التجي، مواكب الزنجيل، نهيئ لها الماي والشاي والخدمة الأكل. بمستوى عال من التنظيم أتمت المواكب الحسينية هنا في البصرة استعداداتها لإحياء أيام عاشوراء. لقناة الفرات الفضائية، مصطفى الأسدي. يواصل مجلس العزاء الكبير في البصرة إحياء الأيام العاشورائية، حيث يرتقي المنبر السيد هادي الطويرجاوي الذي أحيا الليلة الرابعة مستذكرا دور المرأة العظيمة أم البنين سلام الله عليها، وكيف ضحت بأولادها من أجل نصرة الإمام الحسين عليه السلام وإدابة النهضة الحسينية. ثنيتي يا نور اليزهر وصوت بيت، بيتي يومك صعد للنجم صيتي، والله يومك صعد للنجم صيتي، صيت ما ضيعت يا ابن وصيتي، والله ما ضيعت يا ابو فاضل وصيتي، وظلت ام البنين عينها على طريق الحسين تنتظر الاخبار وما عرفت. هذا وأحيت الجموع المؤمنة في النجف الأشرف ذكرى فاجعة الطف الأليمة بأجواء حسينية عزائية خالصة، واحتضن جامع الهندي جموعا غفيرة من المؤمنين الذين أحيوا الليلة الرابعة من شهر محرم بالدموع والدعاء، ونعى خطيب المنبر الحسيني سيد أم البنين وتضحياتها من أجل إدامة القضية الحسينية الخالدة. صاحت ريتني عمية ولا ظلن لذاك اليوم، أنا اللي شفت طشتين واحد بيه جبد الحسن، واحد بيه يا حسين راسك حين شف لحسين انتمائي مأتمر عزائي، لحسين انتمائي مأتمر عزائي، عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد، عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد، مأتمر عزائي مأتمر عزائي. وكأن مجالس الحسين التي منعت في العهود القديمة والحديثة عادت اليوم تغزو العالم بمجالس خلدها الدهر ولا يمحيها الأثر، حيث أحيا أتباع أهل البيت عليهم السلام في عدد من المدن العربية والعالمية مجالس الحزن العاشورائية، فكانت المآتم حاضرة بلغات مختلفة وحدتها القضية الحسينية بذكر الفجائع والاستلهام من واقعة الطف الأليمة والدروس والعبر. وقالت وليجتهدن أئمة الكفر والضلالة على تطميس ذكره، يعني على طمس ذكر الإمام الحسين عليه السلام، لكن لا يزداد إلا علوا واقعا. قد لاح في أفق السماء
أبكي لحال أسيرة مسبية. في طهران رفعت الرايات السوداء في الشوارع ونصبت سرادقات العزاء تعبيرا عن الحزن والعزاء على مصاب الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام وبدء شهر الأحزان محرم الحرم. تقرير أحمد علي. إنه موسم الحزن والعزاء الحسيني، وها هي إيران الإسلامية تتوشح بالسواد وترفع رايات الحداد على مصائب آل البيت عليهم السلام. الأعلام والرايات الحسينية تملأ شوارع العاصمة طهران، والمؤمنون والموالون ينصبون تكايا العزاء في أنحاء المدينة. العشق الحسيني هو الذي يدفعنا لتجديد العهد مع شهر محرم وإقامة هذه التكايا ورفع الرايات الحسينية، ومن خلالها نعلن دخول موسم الحزن والعزاء. الحماسة التي نجدها في محرم تنبع من حبنا وولائنا للإمام الحسين عليه السلام، ونحن عندما ننصب السواد ومواكب العزاء الحسيني نحيي الشعائر الدينية والإسلامية. وفي جانب آخر من المدينة، فعاليات فنية وثقافية تتصل بشهر محرم الحرام من رسوم ولوحات تروي جانبا من واقعة كربلاء ومواقف خلدها التاريخ. الأجواء التي نشهدها خلال هذه الأيام تجعلنا نستذكر واقعة الطف، فهذه اللوحات والرسوم هي في الواقع رواية تاريخية كاملة. التأثير الذي تتركه هذه البرامج والفعاليات الثقافية والفنية كبير جدا، خاصة وإنها تجد مخاطبين كثيرين يحبون التعرف أكثر على تاريخ. وبهذه المظاهر والفعاليات العاشورائية والتي تزداد عاما بعد عام، يعلن الإيرانيون حبهم وولائهم لمدرسة كربلاء، ويؤكدون انتماءهم للنهج الحسيني، وهم يرفعون رايات يا حسين كغيرهم من أحرار العالم انتصارا للحق والعدالة. للفرات أحمد علي، طهران. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.